القرحة بحد ذاتها مش بتسبب ألم في الحلق، ولكن ارتجاع المريء اللي بيكون مصاحب مع وجود القرحة هو اللي بيعمل ألم في الحلق، وده لأن الحمض بيخرج إلى المريء وبيكون معاه إنزيم البيبسين. إنزيم البيبسين ده بياكل البروتين، وجدار المريء عبارة عن قطعة لحم، يعني قطعة بروتين. إنزيم البيبسين والحمض بيعملوا تآكل في جدار المريء، فبيحصل التهاب، ونتيجة لكده بتحسي ببحة في الصوت وتحسي إن في حاجة واقفة في الحلق. ممكن يزداد معاكي المخاط وتحسي بكحة، صعوبة في البلع والألم اللي انت بتحس بيه. لكن القرحة في حد ذاتها اللي بتكون في جدار المعدة ملهاش علاقة خالص بالألم اللي بيحصل في جدار المريء، لكن بيكون السبب اللي أدى إلى حدوث ارتجاع مريء هو السبب الذي أدى إلى حدوث قرحة المعدة. على سبيل المثال، يعني لو كان عند حضرتك جرثومة المعدة موجودة، جرثومة المعدة بتطلع غاز الأمونيا اللي هو قلوي، فبيقلل تركيز حمض المعدة، ولما تركيز حمض المعدة بيقل عضلة بتفتح نتيجة إن حمض المعدة تركيزه قل، فكل ده بيخرج إلى جدار المريء. وفي نفس الوقت جرثومة المعدة ديت بتنهش في جدار المعدة، فبتعمل لك القرحة وبتؤدي إلى قلة تركيز حمض المعدة، وده بينتج عنه ارتجاع المريء. فارتجاع المريء هو اللي عمل لك الألم الشديد في الحلق. فأنت لازم تشوف الموضوع ككل، إيه السبب الذي أدى إلى حدوث قرحة المعدة وتعالجيه الأول، هتلاقي بعد كده المشكلة اتحلت معاكي في المريء.